ورجعنا لكم مشاهدينا على الهواء مع الفقرة الدينية واللي بنتكلم فيها عن التفاؤل وقوة البصيرة. الحقيقة لازم نكون متفائلين دايما وعندنا إيمان بقدراتنا وفي حالة من التفاؤل. قد يقول البعض أن هذا الكلام في نوع من الشو الإعلامي أو كلام فيه استرسال سهل، ولكن بالرغم من المزيد من الهموم اللي بيمر بها الشعب المصري إلا أن التفاؤل يقوي دائما البصيرة وقوة البصيرة. عن التفاؤل وقوة البصيرة هيكون حديث النهاردة مع ضيفتنا المشرفانة الداعية الإسلامية أستاذة إيناس مصطفى. برحب بيكي وسعيد على المستوى الشخصي حيك موجودة معنا النهاردة. شكرا جزيلا يا فندم، وأهلا وسهلا بكل أهل مصر الطيبين اللي كلهم خير، اللي الخير باقي فيهم، اللي كلهم تفاؤل وأمل إن شاء الله تعالى. أستاذة إيناس، خلينا نتكلم في البداية إزاي نكون متفائلين. الحقيقة فعلا زي ما حضرتك قلت لنا المقدمة الجميلة بتاعتك، وانت بتقول لنا لما نيجي نتكلم عن موضوع التفاؤل ده، أو يعني يا جماعة خليكم متفائلين، يا جماعة بصوا لبكرة، نلاقي في بعض الناس تقول لنا والله ده، تقول لنا حاجتين، تقول لنا ده كلام خيالي قوي، وهم، انتوا ايه اللي بتتكلموا فيه ده؟ وفي ناس تقول لنا يعني ازاي تتكلموا عن التفاؤل وسط المشاكل، سواء على مستوانا الشخصي أو بلدنا أو أمتنا. فنلاقي أن كلمة التفاؤل ساعات بتبقى تقيلة على ناس في اللحظات دي. ولكن الحقيقة لو احنا تعالوا ننظر كده بشكل عقلي، تعال فكر بشكل عقلي كده، هتلاقي أنه الإنسان المتفائل ده إنسان بيعرف ياخد قرار صح، وبالتالي ده أحسن إنسان بيتصرف بشكل صحيح في المواقف الصعبة. يعني الإنسان المتفائل ده هو أكتر إنسان واقعي، مش أكتر إنسان خيالي. الحاجة التانية، لو أنا جبت شمعة، الشمعة دي لو حطناها دلوقتي يمكن ما يكونش لها قيمة، ولكن لو النور قطع ولقينا الشمعة دي موجودة هنبقى محتاجين جدا لنور الشمعة. بالظبط. فإحنا وقت الظلمة، وقت الأزمة، بنبقى محتاجين جدا لنور الشمعة، لنور التفاؤل في الوقت ده. فأكتر وقت محتاجين نتكلم فيه عن التفاؤل هو وقت الأزمات. ما ينفعش نقول والله إحنا متفائلين كده وبس، لأ، ده أنا لازم يبقى عندي حاجات معينة جوايا كده بتحصني عشان أقدر أقول فعلا أنا متفائل، أو أقدر أطبق الموضوع ده. أولا ما ينفعش أقول إن أنا متفائل وسط الأزمة إلا ما استشعر معية رب العالمين سبحانه وتعالى. في القصة الشهيرة بتاعت سيدنا موسى، لما بقى البحر قدامه والجنود وراه والدنيا ظلمت خلاص، قالوا له خلاص إنا لمغرقون، إحنا خلاص هنغرق مفيش فايدة. بالظبط. أجاب كلا إن معي ربي سيهدين. فإحنا دائما وأبدا كده، وقت ما الدنيا، ما الناس كلها تشوف إن خلاص مفيش فايدة، أنا بقى مستشعر كلا إن معي ربي سيهدين. هو ده الوحيد، الإنسان الوحيد اللي يقدر يقول والله أنا متفائل وما هواش خيالي، لأ، ده رب العالمين في لحظات الأزمة فعلا بيبقى بيفرجها على الإنسان، بيثبت الإنسان المؤمن. بالزبط. ده بالزبط. الحاجة التانية، حسن الظن بالله تعالى. لما بيقول لنا رسولنا الكريم في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فإن ظن خير فله خير، وإن ظن شر فله شر. أنت حر، أنت اللي بتصنع نفسك، أنت اللي بتصنع تفكيرك، أنت اللي بتخطط حياتك. لو عايز تظن أن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا الخير، ظن زي ما أنت عايز، ربنا هيجيب لك الخير. لو عايز تظن أن ربنا دايما نسيك، وأن ربنا دايما بيبتليك، وأن ربنا دايما وزهقان ومحبط وساخط، خلاص، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فاحنا لازم يكون عندنا ثلاث حاجات أساسية عشان أقدر أقول فعلا أنا متفائل. دي مش كلمة، استشعار معية رب العالمين سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله، الصبر، لأن ده الوقود اللي هيخليني أستمر في وقت الأزمات. طب خلينا نتكلم على التفاؤل في السنة النبوية. هل رسولنا الكريم كان دائما متفائل؟ الحقيقة وأنا بتكلم عن كلمة تفاؤل، الناس بتفتكر فعلا ان احنا بنتكلم على حاجه يعني هي كلمه سهله يعني سهله. نعرف فعلا ان انا الانسان المتفائل ده اكتر انسان بيتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه لما اجي اقول على مستواي الشخصي كده والله انا بعاني من مشاكل كتير قوي، ارجع كده لسيره حبيبك الرسول صلى الله عليه وسلم، هتلاقي انه مفيش، اتحداك لو ان في مشكله انت بتعاني منها او انت بتعاني منها، رسول الكريم ما عاناش منها. سواء من نقص مال، سواء من اضطهاد، سواء من فقد حبيب، سواء من فقد بلد، سواء من كل الابتلاءات المتنوعة، كلها تعرض لها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان في وقت الأزمات يتصرف
بشكل يقول لنا مثلا إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاعت ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يعني يقول لنا لو أنت متأكد إن القيامة هتقوم دلوقتي وإن مفيش فايدة خلاص وإن السماء هتنطبق على الأرض وإنت في إيدك حاجة بسيطة قوي إن أنت تحط فسيلة، فسيلة اللي هي النخلة الصغيرة تزرعها وخلاص والقيامة هتقوم، يعني أنت متأكد إن اعمل كده. اعمل كده. يعني يقول لك إنه لغاية آخر لحظة اشتغل، لغاية آخر لحظة ما توقفش. هو ده الإنسان المتفائل. فهو دي كانت قاعدة أساسية موجودة عنده. الحاجة التانية في اللحظة الصعبة جدا اللي دائما وأبدا نذكرها حتى اسمها كده غزوة الأحزاب، يعني كل الناس اتجمعت وتحزبت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل الدنيا زي ما بيقولوا كده، كل الناس، وكانوا بيعانوا من مشكلة اقتصادية شديدة. كان رسول الله يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع وأصحابه، وكانوا بيعملوا مهمة شاقة لدرجة ان هما لما قاسوها دلوقتي موضوع حفر الخندق ده بيقولوا ان ده في حد ذاته معجزة ان ناس تقدر تحفر المسافة دي كلها وسط طبيعة المدينة الصخرية فدي في حد يعني مهمة كانت شاقة بكل المقاييس الإنسانية. ومع ذلك وسط الظروف دي كلها يقولوا له تعالى يا رسول الله في حجر شديد مش عارفين نكسره. فهو بيضرب الحجر، استاذ اشرف تخيل هو بيعمل ايه عشان ما حدش يقول لنا انه ان دي صناعه وهم. لا طب تعالى شوف رسولك عمل ايه. بقى يضرب بالحجر كده ويقول لهم الله اكبر فتحت فارس، ويقول لهم انا شايف القصور بتاعتها. الله أكبر فتحت الروم، القوى العظمى اللي في الدنيا أمريكا وروسيا وكده، يعني الله أكبر فتحت اليمن، إني لا أبصر أبواب صنعاء، أنا شايف الأبواب. يعني مش بس بيقول لهم إن شاء الله هتتفتح، ده بيقول لهم إنها اتفتحت وأنا شايفها زي ما أنا شايفكم كده، يعني التعبير اللي أنا بقول زي ما أنا شايف حضرتك إن شاء الله. هو يرى الفتوحات الإسلامية أمامه. بيرى هزيمة الأمم العظمى وسط ما كل الناس محوطاهم، بيرى كنوز هتيجي للأمة الإسلامية في وسط ما هم مش لاقيين يأكلوا. فأنا الحقيقة لما بذكر الحادثة دي في ناس تقولي إيه بس اللي كان بيتكلم رسول الله، فلما يقول فتحت فارس ما هو ده رسول الله. هقول لها فعلا في نفس الوقت ده زي ما كان في ناس مصدقة أن في رسول الله كان في ناس عارفة أن ده رسول الله وكان بتكذبه وبتحلبه وبتحاول تقتله. فما تقوليش لا رسول الله زي ما الناس صدقته زي ما الناس كذبته بالرغم ان هو رسول الله. يعني طبعا الكلام يبدو لبعض الناس سهل، ولكن عايز اقول ناس كتير تقول طب انا هبقى متفائل ازاي بالرغم من الهموم الكثيره اللي المصريين النهارده مثقلين بيها. يعني سهل جدا اقول لواحد بص للامل قدامك، بص لنظره في التفاؤل واخر، بص لي كده اقول لك نظره امل ايه واحنا عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا، هموم وهموم بيمر بيها البني ادم. طب ازاي يمر بهذه الهموم وفي نفس الوقت يكون عنده تفاؤل؟ زي ما احنا قلنا ان الانسان المتفائل مش انسان قاعد. الانسان المتفائل بيعمل لاقصى درجه على كل بقى على في كل المجالات، سواء في شغله في حياته في مشاركته في اصلاح مجتمعه في كل حاجه بيشتغل لغايه اخر لحظه، حتى لو كل الناس بتقول له والله انت ما فيش اي فايده من اللي انت بتعمله ده، بس هو بيشتغل. دي نقطه. النقطه الثانيه حكايه الهموم دي، كل واحد فينا يسال نفسه كده، هو انا السؤال ده الحقيقه ساعات بيبقى سهل، هو ما همك؟ ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك؟ في ناس هتجاوب على طول العيال، وفي ناس هتجاوب الشغل، في ناس هتجاوب مشكله اقتصاديه، وفي ناس هتجاوب وفي ناس الحقيقه هتجاوب اجابه مختلفه جدا شويه هنستغربها. هيقول والله همي رضا رب العالمين والاخره. هو الرسول قال من ملك قوت يومي، مش كده حديث؟ تمام. يبقى عنده حاجات وبات امينة في سربي. مظبوط. حضرتك قوله لي في سربي. انه اللي ينام وعنده حاجات كده اهو، ان هو يملك قوت يومه. بالزبط. معافا في بدنه. أيوة. يملك امنا في سربه، يعني جوه بيته. فقد حيزت الله الدنيا بحذافيرها، يعني ثلاث حاجات: الصحه ويبقى آمن جوه بيته، ويملك قوت النهارده مش بكره ولا الشهر الجاي ولا الشهر اللي بعديه. ف
فالثلاث حاجات دول يبقى هو كده الحمد لله حيزت له الدنيا. ده مش معناه انه المسلم مستكين يعني ولا يعني ما بيعملش حاجه. طب الحمد لله انا عندي قوت يومي ومستكين، بس هو راضي، والرضا في حد ذاته برضو يعني راضي وبيعمل راضي وبيغير راضي، وهو اللي بيصنع التاريخ. فدي حاجه مهمه جدا لازم نلفت نظر ليه. فكل واحد فينا يسال نفسه هو انا ايه همي. فالحقيقة سيدنا علي لما بيسألوه إيه أشد جنود ربنا، يعني إيه أقوى حاجة، فقال لهم أشد الجنود 10 حاجات، عدلهم 10 حاجات كده. قال لهم الجبال الرواسي ولكن الحديد يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، والإنسان يحتمي من الريح بالملابس، فالإنسان أقوى، والسكر يأتي على النوم بيغلب النوم، السكر يأتي على النوم والسكر أكبر، والهم يأتي على النوم ويأتي على الإنسان. فأشد جنود الله الهم. الهم أشد من كل الحاجات دي. وبالرغم من هذا بننصح دائما بالتفاؤل. فعشان كده لو أنا حياتي كلها وهمي كل الدنيا يبقى صعب جدا هتكون متفائل. ولكن خلي دائما وأبدا أنت ساعي في الدنيا وتغير، ولكن خلي دايما همك الآخر، خلي دايما همك إن ربنا كده. ادعي يا رب خليني من جنودك الصالحين في الدنيا، ونسمع عن أسماء اتدفنت تحت التراب وإحنا لسه بنذكرها لغاية الآن. فخلي دايما همك كده، همك رضا رب العالمين. أنت مكانك فين؟ هو ده همي، همي الحقيقي. هل ده انا مش معناه ان انا مش بشتغل وبصنع؟ ده انت اكثر الناس تميزا في الدنيا. والهم هو رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن همي اللي انا مهموم بيه ليل نهار، اللي انا بفكر فيه ليل نهار، هو رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، ومكاني في الاخره، وربنا بيستخدمني ازاي في الدنيا، انا فين في عند ربنا سبحانه وتعالى. هو ده همي اللي انا بفكر فيه ليل نهار. قد يكون ده جزء من حديث الاقناع يا فندم. يعني دكتور ايناس، يعني كيف تقنعي الشخص اللي قدامك بهذا التفاؤل، وكيف تقنعيه، كيف تتحدثي إليه لغة الإقناع؟ والله أقول وإحنا بنتكلم على موضوع الهم ده، تعالوا كده نشوف بلغة بسيطة كده، تعالوا نشوف إذا كان كلامنا ده واقعي ولا مش واقعي. بيذكر كده أن كان في ملك، الملك ده كان تقين قوي قوي قوي، وحاول ينزل من وزنه مش قادر، وابتدى بقى الملك ده تجيله أمراض وكده، ف استعان بأطباء وحكماء ومش عارفين يعالجوا. فعرفوا ان في حكيم، الحكيم ده الناس دايما بتروح له بيحل مشاكلها، فقالوا لهم هاتوا لي الحكيم ده. فاول دخل على الملك، فالملك بيقول له انتوا بيقولوا عليك بتحل كل المشاكل، حل لي مشكلتي بقى، انا مش عارفه اخس وعيانه ومش عارفه اتحرك من الكرسي بتاعه. فراح الحكيم بص له كده وقال له مفيش فايده. قال له يعني ايه مفيش فايده؟ قال له انت خلاص، انت هتموت بعد 15 يوم. قام الملك وزعق في الحرس، وخدوه اقتلوه اعدموه، وخدوه احبسوه، وخدوه كذا. وقعد بقى الملك بعد 15 يوم يستنى كل دقيقه انه هيموت. كل يوم يفوت ويلاقي الشمس طلعت ويصحى، انا ما متش الحمد لله. فاتت ال 15 يوم وما ماتش. قال لهم طلعوا لي الحكيم، هاتوهولي. الحكيم اول ما دخل لقوا كلهم مستغربين، قال له شفت انا ما متش اهو. قال له انت بصيت في المرايه، انت خسيت اهو، انت قعدت 15 يوم همك هم واحد ان انت هتموت 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 هتموت، فلا اكل ولا شرب ولا 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 عمل اي حاجه. ففي 15 يوم وزنه نزل. وزنه نزل. فشوف كده، انت ساعات بنقعد يومين وثلاثه مهمومين بمشكلة، في حين ان انت لو كان كل همك ان انت مثلا ترفع ايدك يا رب، ادعي استشعر معية رب العالمين سبحانه وتعالى، هتلاقي ان بعد يومين ثلاثة انت كنت شاغل نفسك بحاجة تافهة او مشكلة وان شاء الله هتتحل، او مشكلة مش في ايدك وانت شغلت نفسك بيها، في حين انه كان الصح ان انت تشغل نفسك برضا رب العالمين مادام انت بتشتغل وبتعمل اللي عليك، تشغل نفسك بمكانك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هو أنا يا ترى هبقى في صحبة الرسول، ولا أنا هبقى في صحبة مين؟ هو ربنا يحشرني مين؟ هو مين حبايبي في الدنيا؟ هو مين الناس اللي حواليا في الدنيا؟
هو ده همي اللي أنا أشغل نفسي بيه واللي أقعد أفكر فيه وأبقى مهموم بجد بيه. يعني دكتورة إيناس مصطفى، الحقيقة أنا مش عايز أخلص كلام معاكي. النهاردة يوم الجمعة، يوم مفترج وفي ساعة إجابة. عايز أشكرك على حضورك معنا النهاردة، ولكن قبل ما أختم فقرتي ندعي نقول إيه في هذا اليوم المفترج؟ والله الحقيقة أنا بدعي يا رب ينصر مصر، ينصر أهل الخير في مصر، ينصر الحق يا رب، كده أشوف بلدي مصر يعني على رأس الدنيا، هي أم الدنيا وهتظل يا رب أم الدنيا، ويستخدمنا زي ما قلنا من جنود الصالحين لكل الخير إن شاء الله. وأفتكر أن رسولنا الكريم قال لنا حاجة، قال لنا الخير باق في أمتي إلى يوم القيامة. يعني في خير دلوقتي في وقتنا ده، هو في خير. أسأل نفسي بقى، هو أنا من أهل الخير ولا لأ؟ الخير موجود موجود، المهم مكاني أنا من أهل الخير ولا لا. ويا رب نرى كل الخير قريبا إن شاء الله يا رب. الداعية الإسلامية دكتورة إيناس مصطفى، بشكرك شكرا جزيلا، ولنا مزيد من لقاءات حول التفاؤل. شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده، متشكر جدا. مشاهدينا، زي ما سمعنا التفاؤل شيء مطلوب جدا، وزي ما قال رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، الخير في وفي امتي الى يوم القيامه، والمصريين دايما متفائلين باللي جاي، واللي جاي دايما احسن. مشاهدينا، فقرتنا خلصت النهارده، ولكن فقرات نهارك سعيد مستمره دائما على الهواء مباشره منذ 9 صباحا. شكرا لكم على حسن المتابعه، اشوفكم دايما على خير.